اهلا وسهلا فيكم جميعا بحلقه ممتعه، بحلقه على الطبيعه، بحلقه مع الشيف شادي من هودي الحلقات يلي عن جد بعقده. رح نبلش بالتبوله على طريقتي انا على الطبيعه اكيد، وبعدين ريش الضاني، اوكي ريش الخروف هيك على الفحم والنار بطريقه ممتعه وحلوه مع البهارات، وبعدين رح نعمل فستقيه، مع انه كتير صعب انه نعملها بالبيت، بس عن جد وصفة كتير حلوة للكبار والصغار. طيب رح نبلش بالتبولة، البندورة من اهم الاشياء الموجودة، البرغل كمان، بس اليوم الشيف شادي بدل البرغل رح نحط الكينوا. خلونا نبلش بالكينوا ونرجع بعد شوي صغيرة على الاغراض وشو بده يحط الشيف شادي اليوم بالتبولة. الكينوا رح نستعملها هي الكينوا الحمراء، اوكي الكينوا الحمراء، وفي الكينوا البيضة. ليش الكينوا الحمراء بتبين اكثر بالتبولة من الكينوا البيضة؟ لا ما معك حق يا شيف شادي، بس بحسها تطلع اجمل. لا ما معك حق يا شيف شادي، اعملوا اللي بدكم اياه، فيكم تستعملوا الحمراء او البيضة او الاثنين سوا. اليوم انا عندي الحمراء سو ما في عندنا اي مشكلة. مي عم تغلي مع شوية ملح، حطيت فيهم الكينوا، شو بنعمل؟ ولا اهيا من هيك. طلعوا ها، ناخذ هالكينوا الحلوين ومندوقهم. عم يقرشوا، بس عم يقرشوا هيك شوي صغيري خلص، يعني ما منخليهم يعجنوا ويفوتوا ببعضهم، ولا منغسلهم من بعد ما نشيلهم من المي. طلعوا ها، هيدي الكينوا مسلوقين خالصين، رح حطهم هون بالصينيه اللي حدي. طلعوا ولا اهيا من هيك، منشيل الكينوا وبحط عليهم، خلصنا، بحط عليهم نقطة زيت زيتون، نقطة قلنا نقطة، منحرك ومنتركن عالطبيعة يبردوا. طلعوا شو حلوين، وهيدي هي الكينوا ولا أهيا من هيك. خلصنا من موضوع الكينوا. اثنين، منروح على الخضرة، منبلش بندورة، بقدونس، ها طيب الكينوا، بندورة، بقدونس، بصل، فلافلة حلوة خضرة، فلافلة حلوة صفرة، فلافلة حلوة حمرة، خيار، حامض، بصل أخضر، نعنع، هذا كله من الحديقة ما قدرنا. يلا عن جد هلا اللي عم يحضرنا بيقول معقول يا شيف شادي بالتبولي في خيار وفي فلافلة ومدري شو؟ جربوها اوكي وخبروني بعدين هيك قديش طلعت طيبة معكم. بس هلا بخبركم الأسرار اللي بدنا نعملها. رح ياخذ شوي صغيرة من النعناع كمان هون وعند البصل. أول شي بلشت أنا بالبندورة، منقطعها تقطيع عادي، تقطيع التبولة عادي بالطريقة. طلعوا كيف، يلا يا شادي بنبرم، منقطع هالدديني، دديني يعني مكعبات صغار أوكي للتبولة، شغلي كلنا بنعرفها ما في اي مشكله عليها. وحتى اذا كانت البندوره شوي صغيره كبيره شوي يعني اكثر من هيك ما في كمان اي مشكله. هيدي البندوره هون صار عندي اياها جاهزه. بنتقل بروح على البصل، باخذ شقفه بصلي، نفس الموضوع نحنا، ومنقطعها كمان قد ما فينا تكون ناعمه، قد ما فينا تكون ناعمه للبصلي. نفس الموضوع منروح على الفلافلة الحلوة الخضرة والحمرة والصفرة، رح ناخد شقفة صغيرة. طلعوا لكم قديش كمية كتير صغيرة، كمان الحمرة نفس الموضوع، الخضرة نفس الموضوع، وقد ما فيكن قد ما فيكن. الحمرة إذا قطعناها كتير صغيرة شو بيصير؟ بتبطل تبين إنها فلافلة، بخمنوها بندورة. الصفرة ممكن تبين انها صفرة، بس شو عمل الشيف شادي مشان ما يخلي المعازيم يعرفوا انه فيها فلافلة صفرة؟ بده يحط فيها قشر الحامض بتغطي باللون على الفلافلة الصفرة، والفلافلة الحمراء بتغطي باللون، او البندورة بيغطي باللون عليها، والبقدونس بيغطي على الفلافلة الخضراء، ببطل حدا يعرف انه موجودين بقلبها. طلعوا شو عم بيصير، وهون كمان الفلافلي خلصنا منها،
يلا يا شيف شادي هون الصفرة وبرجع لك أنا. البقدونس، البندورة، البصل، عندنا الحامض، الفلفل، ثلاث ألوان كمان، الخيار اللي لونه أخضر طلعوا، ونعنع، بصل أخضر، عصير حامض، قشر حامض. واكتبوا الوصفة قدامكم وبعتوها على الفيسبوك أو حطوها واكتبوا تحت الشيف شادي على الطبيعة. هيدا الخيار كمان هون، ما تكتروا خيار، شوي صغيرة بقلبها. وهيدي أول مرة بعتقد إنه رح تشوفوا تبولة معمولة بهالطريقة مع الكينوا مع الخضرة. يا سلام حلوين. طيب خلينا نجيب هلا هيك يا شيف، نحط هالفلافلات كلهم سوا هون. طلعوا شو حلوين. نروح على البصل نفس الموضوع، البندورة كمان، كلهم 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 كلهم. ونرجع نحطها كمان ورا طريقة نقدر كمان نشوف الباقي. نحط كم ورقة نعنع. عندي البصل كمان الأخضر، نفرمهم، ما ضروري يكونوا ناعمين ناعمين على الآخر، يعني نوعا ما. طلعوا كيف. ورح اجي بلش بالبقدونس. انا مبوقهم، جاي من فعل بوقة، بوقة يعني بنحط البقدونسات بهالطريقة. اوكي، ما منقطع او ما منفرم الكعب تبع البقدونس. رح نشيل هيك الكعب كله سوا. ها وهون صار عندنا الباقة بهالطريقة. ويلا يا شيف منفرمها فوق البصل الاخضر والنعناع اللي حطيناهن. واو، وعم تسمعوا زقزقة العصافير. والبقدونسات كمان رح يصيروا جاهزين عنا. بضل عندي قشر الحامض، الكينوا، عصير الحامض، وهودي كمان البقدونس، عصير الحامض، قشر الحامض. طيب شو معنى قشر الحامض يا شيف شادي؟ ناخذ القشر تبعه لتطلع، شوفوا كيف هيدا القشر تبع الحامض وحدة، هيدا القشر من دون اللب. اللب يعني هو الأبيض اللي موجود بقلبه من جوا. أنا أخذت بس القشرة من برا، شرائح صغار صغار. هلا بشوف كمان كيف بدنا نزين فيهم. يا سلام، طلعوا الشرائح هول، رح نزلهم كمان فوقها، رح تشوفون لك الشرائح كيف هن حلوين، رح يبينوا معنا. بس ولا أطيب من هيك. هلا بتشوفوا كيف بدنا نزينها بعدين. صار عندي كل شيء جاهز. اللي بدنا نعمله ملعقتين، نخلط نشوف المقادير. ها شكله جميل. منروح على الكينوا، بردت الكينوا كلها، مننزلها بقلبها. طلعوها هيدا الكينوا، الكمية أكيد منحطها أكثر من كمية البرغل، يعني البرغل الكمية منحطها قليلة، هون الكينوا كتروا منها بطريقة إنه تطلع سلطة كينوا مع الخضرة. والمكونات كلها أكيد هي مكونات التبولة. واو شكلها جميل، عقد بعقد بعقد. يا شادي عصير حامض، كمان من بعد عصير الحامض رح نروح على الملح، الفلفل، وزيت الزيتون. زيت الزيتون، ملح وفلفل. الفلفلات هون، الفلفل. يا سلام، نخلط نخلط، وهيدي التبولة صارت جاهزة عنا يا شيف شادي. تنشوفها مزبوط. اللي رح نعمله رح نسكبها هون ورح نزينها بالخس والبندورة. رح تشوفوا كيف طلع، طلعوا شكل التبولة إذا بتريدوا. لكن البقدونس، البندورة، البصل، الفلافل ثلاث ألوان، الخيار، النعنع، البصل الأخضر، الكينوا المسلوقة المبردة مش المغسلة، عصير الحامض، قشر الحامض، الملح، الفلفل. طلعوا شو حلوة هيك. واو ألوان، مشان هيك قلتلكن أجمل الكينوا الحمراء من الكينوا البيضاء، الحقلة، الخسة.
بعد وحده يا شيف شادي مع اجمل هون هيك. واذا حبينا كمان عندنا مثل ما قلنا قشر الحامض، المفروم الناعم، الشرائح عليها من فوق هيك. وفينا اذا بدكم نتفزلك شوي هيدي البندوره هيك بسكين يكون مسنون، يعني من سن السكين شوي نعمل زهره على الطبيعه حلوه طلعوا فيها هيك جميله مش كتير معقده. فيني اعمل حامض، فيني اعمل اللي بدي اياه، فيني احط كمان ورقه نعنع، فيني افرم بندوره، ما في عندنا اي مشكله. والتبولة من أطيب السلطات وأشهر السلطات اللبنانية بالعالم. يعني هون طلعوا كل ما تجوا أنتوا تقصوا البندورة كل ما طلعت كمان أجمل. واو. وبجي أنا منلفها كلها سوا على بعضها. إذا بتشوفوا هيك أنا ببلش لفها. طلعوا كيف لفيناها. واو. منجيبها على النص هون. طلعوا منجيبها على النص ومنبلش نفتل فيها، نفتل 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 نفتل. طلعوا انا ماسكها بايدي هيك وعم ببرم فيها على القاعده تبعيتها. كل ما ابرم هي عم تبرم عم تعمل لي الورده. اذا بتلاحظوا بهالطريقه قد ما بدكم فيكم تشدوها، كمان شدوها شوي، كمان هيك. يلا يا شيف شادي منشدها بعد 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 شدوها. وهيدي هي هون هالوردة الحلوة اللي أنا فيني حطها على التب. وهيك منكون خلصنا أبدعنا بتبولة اليوم من الشيف شادي على الطبيعة. وهلأ رح انتقل لوصفة أنا بحبها كتير 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 كتير، ريش الضاني، ريش الخروف، هيك كلهم سوا مع البهارات اللي بدنا نحضرهم بطريقة بتعقد والنار شاعلة والحطب مجمر. ريش الضاني فينا نجيبهم كلهم قطعة واحدة وفينا نجيبهم مقطعين. هلا مشان نسهل الموضوع ونسرع اوكي بنجيبهم مقطعين مثل ما بدكم، وفينا نعملهم بالفرن وفينا نعملهم كمان على الجمر واطيب. اكيد انا حاطط عليهم هالزعتر البلدي وهذا دليل انه انا بدي اعمل لهم مارينيشن نقعة حلوة مع البهارات مع زيت الزيتون مع عصرة حامض عليهم مشان يعطيهم طعمي بتعقد بتجنن. يلا يا شيف شادي هون رح بلش انا عندي هالجاد منبلش نجيب البهارات. طلعوا شو حلوين. يلا نحن منقول من عندي من الفلفل الحلو، الملح حبينا، القرفة، وعندنا كمان من الشومر او من الكزبرة او من الكمون مثل ما بتكون حب حب. ومنروح كمان على الهيل. وشو ما بدكم بعدين، بدكم كمون ولا كزبرة عادية، أنا رايح على الكزبرة. هودي هن البهارات اللي أنا رح استعملهم اليوم. وعنا زيت الزيتون يا شيف شادي عليون بلس ناخد حامضة نعصر هيك حامضة عصرة حامض حلوة بتعقد بتجنن بهالطريقة. والزعتر نفرم هيك شوي صغيرة من الزعتر، رح ناخد شوي من هالخضرة اللي جبناهن من الحقل اليوم يا شيف شادي قطعهن، بنشيل هيك الجزع تبعهن كمان كلهم سوا. وبنجي ما ضروري نفرم ناعم، يعني بس انه يكونوا مفرومين نوعا ما حتى يعلقوا على اللحمة كل قطعة لوحدها. رياش الضاني اكيد ريش الضاني إذا كانوا طازة فينا ناكلهم شوي صغيرة يكونوا بقلبهم نيين، يعني ما ضروري تكون مستوية كتير كتير، مش ضروري. واللي بده فيه ما في أي مشكلة. هذا الزعتر هون
عنا الملعقة، نجي منحرك كمان الخليط كله، نضيف بعد شوي صغيرة من زيت الزيتون، منحطهم طلعوا كيف، نحطهم بالصينية والريش هلأ عليهم وحدة وحدة. يا سلام، أنا بجي هلأ هون، بتشوفوا كيف منبلش فيهم، طلعوا هالنقعة الحلوة، هالحبوب كمان الكزبرة الموجودين، أو فيكن تستعملوا الكمون، فيكن تستعملوا حبوب الشومر اللي بدكن إياه، مثل ما حكينا قبل كمان فيكن تحطوا أي نوع من الأعشاب العطرية الطازة أو الأعشاب العطرية الدراية يعني اليابسة الجافة. طلعوا شو حلوين، يا سلام، واو. هلا أنا هون هيك، طلعوا شو حلوين، ونبلش فيهم، طلعوا كمان بالإيد هيك برمون مزبوط. ودايما أنا بقول يلي بيتابعني دايما إنه بس ننقع أي شيء أي شيء على القليلة، نخليهم ساعة منقوعين قبل، بس يعني أنا شوي صغيرة هيك بزيح شوي عن القاعدة، بس تأكدوا إذا بتعملوهم مثل ما الشيف شادي عم بيقول بيطلعوا أطيب بمليون مرة. طلعوا ها، واو، بعقدوا. وهودي رح أتركن اللي باقيين مشان وصفة تانية رح نعملها يوم تاني. يلا على الشوي. لكن زيت الزيتون، عصير الحامض، الزعتر، كمان حطينا من الكزبرة، حطينا من حب الكمون، حطينا من القرفة، الفلفل، الملح، كله سوا موجود هون. أهم شغلة اللي هو رح يعطي الطعم أكتر شيء اللي هو الزعتر، وكمان زيت الزيتون أكيد. ويلي بده يستعمل غير أنواع من الزيت، في كمان يعني زيت الفستق، زيت السمسم. يا ماما، نبلش بالشوي. مامي الجمال هون، طلعوا كمان كيف بلشنا نشوف الالوان الحلوه بعد يا شيف شادي هيك. واجمل شغله انه نقدمها مع ريش الضاني، واحد لا من اجمل الشغلات اللي فينا نقدمها مع ريش الضاني، واحد بطاطا مهروسه، يا سلام. اثنين كمان من الخضره المشويه، عقد بجنن. وانا عندي من البصل، من البندوره، كمان من الحامض، حلو كمان نشوي حامضه تعطينا الحامض وبيعطينا الطعم كثير طيبه على الريش او على اللحمه. يعني بمعنى انا عندي ها بصل وحامض وبندوره، قرص بندوره قطعناه اثنين، حطيناه وين؟ بقلب الزيتات الحلوين وعلى الشوي. نفس الموضوع، منروح على البصلي، قصينا البصلي، منحطها بقلب النقعة الزعتر الحلوة، ويلا يا شيف شادي على الشوي. نفس الموضوع، حامضة إذا كانت كبيرة فينا نقطعها شقفتين، هلا ها هي شقفيها اثنين، يعني قصدي كل نص شقفتين، يعني نحن من العادة الحامضة منقطعها ومنقدمها اثنين، شقفي هون وشقفي هون، هون عم نقدم أربع شقفات كلهم سوا. منرجع منسقيهم، منرطبهم، وأنا بقول الريش صاروا جاهزين. رح بلش كمان هيك نشوفهم كل وحدة لوحدة، تيك تاك تيك تاك. يلا يا شيف شادي، وهون رح نبلش. أوه 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 أوه، بلشنا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، طلعوا جمالهم، خمسة، كمان على البصل، ستة، حامض، طلعوا شو حلوين، يا حامضة تعي لهون، تعي، هيدي واحد هون حامضة، كمان البندورة، يا سلام، يا سلام، هلا كمان بس تشوفون وتشوفوا جمالهم، البصلي كمان، الريش، ما تعتلوا هم، هيدا كله سوا، كمان الحامض، والريش موجودين، الحامضة، وآخر وحدة. وهيدا شوي. يلا على المطبخ، طريقة كمان
جميلة تنقدمهم. واو شوكي يا شيف شادي لأنه سخنين كتير. وعندنا كمان ملعقة وعندنا البندورة هون، طلعوا البندورة المشوية، البصل كمان المشوي، الحامضات، خلينا نحط هيك الحامض بالقعر بهالطريقة. ليش؟ لأنه رح حط عليهم الريش، يعني رح نبلش هون الريش هيك. وهيدي بتكون تاني وصفة لليوم. الفستقية رح بلش هلأ بالفستقية بس بطريقة مش سريعة لأنه بدها شوية وقت، فخلونا نتبعها خطوة خطوة. أكيد بدنا فستق سوداني، جينا كمان هيك كسرناهن، شلنا منهم الفستق كلهم سوا، فينا نشيلهم بقشرهم وفينا كمان ما نشيلهم بقشرهم، يعني أو هيك أو هيك مثل ما بدكن. شغل كتير هيني، وهودي كمان طيبين كتير على الطبيعة، هيك واحد يحمصهم ولا أطيب من هيك. طيب هيدا المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي موضوع الكراميل. رح نحط نحن الطنجرة على النار ونجي نحط فيها السكر، وبس السكر أول شي، خلينا أول شوي صغير النار، بس السكر يصير كراميل ولا أهين من هيك. شو بيعمل؟ منحط فيه هالفستقات منحركن. صينية، الصينية إذا حطينا عليها هلأ السكر نحن الكراميل مع الفستق بده يلزق، فما يلزق لازم لازم وضروري ندهن بالطحينة. بناخد طحينة هيك ندهن بالطحينة كل الصينية قبل ما نسكب عليها الفستقية. هيدي وحدة من الأسرار اللي لازم نعرفها. وفينا كمان إذا بدنا، إذا عنا طاولة من الستانلس، طاولة من الرخام، مندهن الطاولة طحينة ومنسكب الفستقية عليها ومننطر بعدين حتى تبرد، وبعدين إذا بدنا قبل ما تبرد بشوي منقطعها دوائر أو كسروع، عملوا اللي بدكم إياه. إذا كنا بالبيوت ما ضروري تكون مثل الأسوأ. أنا هون دهنت الطحينة وأكيد هلأ الكراميل صار جاهز. واو والكراميل شو حلوين، طلعوا طلعوا الكراميل. واو بلش يحترق. قبل ما يحترق يا شيف شادي نزل الفستق، نحرك مزبوط، نخفف النار، وهلأ بلشنا نشوف الفستقات مع الكراميليات. طلعوا شو حلوين، وهلأ هون أوه طلعوا هيك شفتون، طلعوا كيف هالكراميل مع الفستق هيك. واو 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 واو. اوكي ولا اي من هيك، عملنا الكراميل ويلا هون رح نبلش نشوفهم عم ينزلوا على الصينيه المدهونه طحينه. طحينه اكيد عم نحكي عن طحينه السمسم. يلا بنرجع نسكر وبنجي عليهم نبلش نطبصهم. طلعوا طبصهم وما تخافوا لأنه عندنا الطحينة تحت، سو بعدين بس يبسوا بس يجمدوا بس يبردوا. أوكي خلينا كمان إذا بدكم نستعمل، طلعوا كمان هيك، وإذا بدكم تعملوا شغلة بالميات الحلوين إحنا هون، ها بلاش نسمع إش 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 إش، بس أفضل أفضل بالخشب لأنه بالقعر تبعولا في عندها كراميل، بس ما بتلزق فيهم. وبلشوا يلزقوا على بعضهم الفستقية ولا أهين من هيك، يعني هلأ بيكونوا كل المدامات أو كل كمان المشاهدين مبسوطين، يه صار فينا نحضر فستقية لأولادنا بالبيت. شغلي ولا أجمل من هيك. وهيدي هون
خلص فيني اقول ننطر حتى تبرد. واو تعقد. ليش شلتها قبل ما تبرد على الاخر؟ لانه بس تبرد على الاخر بتصير مقزقزه. مقزقزه يعني جايه من قزاز. ساعتها اذا بدنا نكسرها وبتطحبش معنا بتتكسر ما بتطلع كثير حلوه. حتى هلا ممكن ما تطلع كثير حلوه بس احسن ما انه تقزقز او تبرد كثير. رح نجي نقطعها. كيف بدكم نقطعها؟ لوزونج نقطعها عاديه يا شيف شادي. خلينا نقطع هيك هون بالسكين الكبير. واو سامعين التراك تراك؟ يا سلام. هيدي وحده ونبرمها لهيدي هون الثانيه هيك كمان تراك تراك. ولا كيف بنعملها؟ ايه طيب حلوين. يا سلام بيتزا على كراميل وفستق سوداني. يلا يا شادي وحده هون هيك طلعوا شو حلوين. نرجع الثانيه وهيدي الفستقيه صار جاهزه على الطبيعه. وهيدي كمان هيدي الصغيره خليها هلا بقلكم لمين. هيدي هون نجي هلا هيك بنقطع كمان. ما تخافوا لانه تيتكسروا بدهم كثير يبردوا بعدهم هن شوي صغيره فينا نقول سخنين. وهون عندي كمان طلعوا هيك جمالهم. وبهالطريقه يا شيف وحده هون وحده هيك. واو وهيدي الفستقية وصفة اليوم صارت جاهزة. وعندي كمان علومية انه الطنجرة اللي بنعمل فيها كراميل بهالطريقة حطوا فيها مي وغلوها بيقبع الكراميل عنا وعن الملاعق يلي استعملناهم. لانه الكثير النساء الموجودين بالبيت او المشاهدين او الامهات او الستات او كل الحلوين اللي عم يحضرونا بيعانوا من هيدا الموضوع. يعني ما بعرف اذا كانت شطاره ولا ذكاء ولا هي الوصفه كثير هينه. نهار رائع طبيعه رائعه برنامج بيعقد دايما مع الشيف شادي. باي.